السيد أحمد الأغا الكاتب الصحفي من غزة، أهلا بك سيد أحمد. بداية ما نشاهده اليوم في اليوم الأول من الهدنة وندخل في اليوم الثاني وننتظر عملية التبادل بين الأسرى وبين المحتجزين، كيف هي الفترة القادمة؟ هل هذه الأيام هي لأنهم مدنيين وبعد أن ندخل في حالة أنت تعلم الجنود وهي ورقة ثقيلة بالنسبة لحماس، سيكون الوضع مختلف وسيكون هناك اشتباكات وعراقيل برأيك في الفترة القادمة؟ بكل تأكيد، بداية أسعد الله صباحكم جميعا. بكل تأكيد الذين كانوا محتجزين هم من الأطفال من النساء، ليس كورقة الجنود والضباط. هذا ما أكدته المقاومة أمس عبر لسان ناطقيها، بأن لو استمر هذا جولات وجولات لن نتنازل عن هؤلاء الضباط والجنود بأقل من تبييض السجون الإسرائيلية. نعود قليلا لليوم الأول الذي مضى من التهدئة، والذي كان بلسان حال كل مواطن فلسطيني وبعيونهم التي أنهكها التعب وأنهكها الإرهاق جراء 48 يوما من الإبادة التي شملت كل شيء على هذه الأرض، على هذه البقعة الصغيرة التي لا تتجاوز 365 كيلومتر مربع. كان لسانهم نريد أن نتنفس نوعا من الراحة، لكن كانت بحال الذي أظهر إبادة وتدميرا بالأماكن الشمالية من قطاع غزة. نتحدث عن قلب غزة النابض، منطقة الرمال، الوحدة، تل الهوى، نتحدث عن شارع الوحدة، نتحدث عن محيط مستشفى الشفاء. نذهب إلى الشمال قليلا حيث بيت لاهية وجباليا وبيت حانون التي أصبحت هي أماكن أشباح وليس أماكن تصلح للسكن. كان هذا صحيح. هو نعم، بالإضافة إلى بعض الأماكن إلى الوسط من قطاع غزة وبعض الأماكن من الجنوب حيث خان يونس ورفح التي أصبحت غير صالحة للسكن. طيب سيد أحمد، يعني أتوقف عند هذا الوصف الذي وصفته لشمال قطاع غزة، هل تتخوف من تحويل شمال القطاع إلى مستوطنات إسرائيلية بعد إتمام احتلاله بشكل كامل مثلما دعا بن غفير وزير الأمن القومي الإسرائيلي؟ هو له ما يتحدث من ذلك، له ما يتحدث كما يريد، لكن لا أعتقد أن تتحول تلك الأماكن إلى مستوطنات في قطاع غزة. لا زال الموقف الثابت للمقاومة الفلسطينية على أرض الواقع هو المعهود، وكما نرى من تصوير لعمليات المقاومة الفلسطينية. لكن هذا الحال لا يغير شيء، كل هذا ما يدعيه الاحتلال هو فقط لإجراء الحرب النفسية على المواطنين في قطاع غزة حتى لا يكونوا مع المقاومة هنا في غزة. بالرغم لا يواكبها مؤشرات على أرض الواقع تشير إلى هذا الأمر، خاصة لمنع سلطات الاحتلال الإسرائيلي أو جيش الاحتلال الإسرائيلي المواطنين من الذهاب إلى بيوتهم في شمال القطاع اليوم؟ هو بالمناسبة بدأ أن بالرغم من الاحتلال الموجود على منطقة الحاجز ما بين غزة وما بين الوسط، عاد بعض المواطنين وحدثت هناك بعض إطلاق النار وهناك ارتقى شهيدين وبعض الإصابات جراء عودة المواطنين. لكن الاحتلال كما قال لا نريد عودة لهم، نريد أن نستكمل عملياتنا القضاء على ما يسموه حماس. أعتقد هذا هو من هذه التصريحات كلها هي فقط إرهاب المواطنين الفلسطينيين. كما تعتقدون وكما تشاهدون وكما يعتقد الجميع أن الاحتلال الإسرائيلي ليس بحاجة لأن يرهق ميزانيته بإعادة بناء مستوطنات في غزة بعد أن شاهدنا وكما تحدث الاقتصاد هناك في الكيان المحتل بأن هناك 270 مليون دولار هي حصيلة اليوم الواحد للحرب على غزة.